متابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرباط موفد قناة ميديان تي في إلى فعاليات المعرض الزميل أنور لكحل. أهلا وسهلا بك أنور، قربنا من أجواء اليوم الأول، طبعا اليوم الذي فتح فيه المعرض أبوابه أمام العموم، علما أنه ينعقد للمرة الأولى أو للدورة الأولى في مدينة الرباط عوض مدينة الدار البيضاء. نعم إيمان، هنا بمدينة الرباط وعلى امتداد 20,000 مربع وبأكثر من 300 رواق وبمشاركة أكثر من 700 عارض يمثلون أكثر من 50 دولة، انطلق اليوم هذا الصباح المعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته 27 بعاصمة الأنوار، استثناء في هذه المحطة باعتبارها عاصمة للثقافة الإسلامية وعاصمة للثقافة الإفريقية. هذا المعرض في دورته لهذه السنة نوع من شركائه بما فيه شركاء الإعلاميين، حضور إعلامي دولي وازن طبع هذه الدورة. إيمان، دعيني أقول أنه في حوار قصير مع مديرة المعرض قبل قليل خصتنا به، قالت أن المنظمين هذه السنة وبتشاور مع الشركاء اتخذوا قرارا استثنائيا وتاريخيا، وهو جعل الأروقة بالمجان أمام كل العارضين والناشرين والمؤسسات الشريكة، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة في صناعة الكتاب وأمام حركة النشر والتوزيع والمصالحة مع القراءة في فترة ما بعد الجائحة. إيمان، كذلك بسام كردي مدير المركز الثقافي للكتاب وهو بالمناسبة نائب رئيس اتحاد الناشرين المغاربة، أخبرنا بأن الكتاب المغربي عليه إقبال كبير في الخارج أكثر من الداخل، وأن الكتاب المغاربة هذه السنة طبعوا أسماءهم بقوة بالوصول إلى اللوائح القصيرة في جل الجوائز الدولية والعربية. نعم. المرموقة، بل أن جائزة الشيخ زايد للكتاب هذه السنة وهي الأغلى من حيث القيمة والرمزية كانت من نصيب مغربي. إيمان، هناك الآن 2,000,000 نسخة معروضة للبيع على امتداد 10 أيام في هذا المعرض، هذا 100,000 نسخ، 100,000 عنوان. السؤال إيمان هو كم من نسخة سوف تباع أو تقتنى من طرف الزوار على امتداد 10 أيام؟ طبعا حضور الكتاب المغربي سيكون طاغيا خلال فعاليات هذه الدورة، ماذا عن الكتاب الأدباء والأدب الإفريقي بما أن نقل فعاليات هذه التظاهرة الثقافية إلى الرباط جاء احتفاء بالرباط عاصمة للثقافة الإفريقية وهي أيضا عاصمة للثقافة الإسلامية، قربنا من المشاركة الأجنبية والإقبال، إقبال دور العرض في إفريقيا وفي العالم الإسلامي وفي العالم على هذه الدورة. نعم إيمان، فحضور الناشرين والعارضين الدوليين يوازي تقريبا حضور الناشرين المغاربة، والكتاب الأجانب مشاركين بقوة إلى جانب الكتاب المغاربة، فتقريبا هناك 130 لقاء وتوقيعا ومناظرة على امتداد 10 أيام يشارك فيها أزيد من 1,300 كاتب تقريبا مجملهم من الخارج. الأدب الإفريقي حاضر بقوة، بالأمس وزير الثقافة والاتصال السنغالي عبد الله ديوب أكد أن الثقافة الإفريقية أو الأدب الإفريقي الآن وصل إلى العالمية، والأدل على ذلك هو جائزة نوبل للآداب سنة 2021، السنة الماضية كانت من نصيب الروائي التنزاني عبد الرزاق عبد الرزاق الأديب التنزاني المشهور. كذلك هناك مؤشرات قوية وهي حضور مؤسسات مالية شريكة في هذا المعرض، أي أن هناك قطاعات أخرى بعيدة كل البعد عن الثقافة آمنت بدورها في ضخ دماء جديدة
في صناعة الكتاب وفي حياة النشر والكتاب، ورد الاعتبار لهذا القطاع عبر المصالحة مع القراءة والتطبيع مع القراءة وجعلها طقس يومي خصوصا يومي في فترة ما بعد الجائحة. إيمان، شكرا لك أنور لك حال. أنت موفد قناة ميديا إن تي في إلى فعالية المعرض الدولي للكتاب والنشر في مدينة الرباط. طبعا هناك تسويق الكتب وهناك أيضا الفعاليات الموازية، سنتحدث في ذلك في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة، والتغطية معك ومع طاقم ميديا إن تي في متواصلة على مدى أيام هذا الحدث. شكرا جزيلا لك.